قدمت الولايات المتحدة التهنئة لمصر بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني بهذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره لدور مصر المهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع مصر، ومشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 40 عاما بين البلدين في ازدهار مستمر يصب في صالح الشعبين الأمريكي والمصري. واختتم بلينكن البيان بتقديم التهنئة لمصر التي وصفها بأنها أم الدنيا.